السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نشوف الصفحة 105 من كتاب المفيد في الرياضيات للمستوى الرابع ابتدائي. نأخذ الدرس 28 قياس السعات. Mesure de capacité. لنفهم ونطبق. نلاحظ الأواني التالية وسعة كل منها. عندنا هنايا أربع آنيات. الأولى فيها 800 سنتيلتر، والثانية فيها 10 ديسيلتر، والثالثة فيها 7000 مليلتر، والرابعة فيها 15 لتر. ياك نستعين بجدول وحدات قياس السعة للقيام بالتحويلات اللازمة. يعني شنو أول حاجة شنو خصكم تفهموا؟ شنو كنعنيو بقياس السعة؟ أولا علاش فين كنوظفوا اللتر؟ اللتر هي باش نحسبوا مثلا شي حاجه سائله بحال الحليب، الماء، عصير، شي حاجه بحال هكا. هادشي اللي كنهضروا عليه كنحسبوا السعه بشي حاجه سائله. مثلا كنقولوا هاد الانينه شحال كتهز، شحال كتهز من اللتر، عفوا، يعني شحال نقدروا، شحال من اللتر غنقدروا نطيبوا فيها. قال لك نحدد بعلامه في اكبر اناء وبعلامه او اصغر اناء. غنمشيو حنايا لهنا، نكتبوا هنا هاد القياسات اللي عندنا، ومن بعد نحولهم لنفس الوحده ونقارنوا كيف العاده، حيت قلنا ما يمكنش نقارنوا بلا ما تكون عندنا وحده موحده، يعني نفس الوحده. في الاول عندنا 15 لتر، ها هي 15 لتر، يعني كنمشيو نحطوا الخمسه في اللتر 15 لتر، والثانيه 10 ديسي لتر، والثالثه 7000 ميلي لتر، والرابعة شحال هي؟ هي 800 سنتيلتر. ياك حنا نحولوهم كاملين للمليلتر ونشوفو شحال كتساوي. هادي كتساوي هي 150000، عفوا هي 15000، وهادي هي 1000، وهادي 7000، وهادي 8000. ياك حنا دابا غنقارنو. قال لينا نحدد بعلامة في أكبر إناء. شكون اكبر اناء؟ اصلا كيبان لكم غير من النظره الاولى انه اكبر اناء هو هذا، ها هو اكبر اناء. علاش؟ حيت هو اللي الاعداد الارقام ديالو كتجاوز الاخرين. هذا فيه شحال من رقم؟ فيه خمسة، اما الباقي غير أربعة. يعني نديرو فيه فاش اللي عنده 15، هذا هو اكبر واحد. دابا نشوفوا اصغر واحد فين هو، نقارنو. دابا مادام ان هادو عندهم نفس الارقام، نقارنو هنايا 1 و7 و8. شكون اللي صغيره؟ واش 1 ولا 7 ولا 8؟ 1 بطبيعه الحال هي اصغر وحده، يعني دابا حنا حددنا اصغر وحده هي اللي عندها اللي 1 لتر ولا 1000 مليلتر، اللي هي هذه، يعني هذه نديرو فيها او، وهكا نكونوا سالينا. يعني حنا هادو ما عندنا ما نديرو بهم، حنا كنقلبوا على الكبيره والصغيره، احنا لقيناها. قال لينا نكتبوا قياس السعات المحصوره بين 10 لتر، وهنا قال لنا 10 لتر، ولكن هذا غير خطا، خصها تكون ديسي لتر. وهنا عطينا القياسات، مثلا 800، حنا حطينا 800 هنايا، يعني غير قلبتهم وصافي. 800، 7000، و10، و1، 1 ديكالتر، و500، و5 لتر. هادشي كامل خصو يتحول لتر. الا حولناه لتر شحال تولي عندنا؟ 15 لتر، 1 لتر، 7 لتر، 8 لتر. ياك وحنا دابا بغينا نشوفو اللي ما بين 10 لتر و 10 ديسيلتر، يعني من فوق 10 لتر، من فوق 10 ديسيلتر حتى كنوصلو ل 10 لتر ونحبسو. يعني كاع داكشي اللي فوق 10 ديسيلتر نشوفوه. واش 150 فوق 10 ديسيلتر؟ فوق 10 ديسيلتر. 10 ديسيلتر كتساوي 10 ديسيلتر. شنو عندنا هنايا؟ 70 فوق 10، وعندنا 80 فوق 10، يعني هادو كاملين ضمن الديسيلات. ولكن شكون اللي فايت العشرة لتر ما يدخلش؟ مثلا هنايا عندنا 15 لتر، فايت 10 لتر، يعني ما دخلش. واحد ما فايتاش 10 لتر، يعني هادي محصورة ما بين عندنا 10 ديسيلاتر وعشرة لتر. يعني شنو نكسبو؟ شحال عندنا؟ شحال هي في الحقيقة؟ 10 ديسيلاتر، الوحدة ديالها الحقيقية 10 ديسيلاتر. هنا سبعة شنو هي؟ 7 واش كبر من 10 لتر؟ لا ماشي كبر منها، يعني نكتبو 7000 سنتيلتر.
و 8 حتى هي ماشي اكبر من 10، يعني في الحقيقه هي 800 سنتيلتر. دابا ناخذ التمرين واحد، شنو كيقول لينا؟ اصل كل وعاء بالسعه المحتمله. بحال دابا نتايا غير زعما هادشي غير احتمالات، يعني كاس صغير ديال القهوه واش تكون فيه مثلا 2 لتر؟ لا، 2 لتر راه كنعنيو بها قرعه كبيره فيها الماء، قرعه ديال 2 لترو. 1 لتر راه هي قرعه كبيره بحال هكا، يعني فاش كنقولوا ملليلتر راه هي اصغر وحده، اصغر وحده هي المليلتر. يعني فيما تشوف شي حاجه صغيره بزاف راه كتعني راه غتمشي المليلتر. مثلا اصغر وحده عندنا شنو هي هنايا؟ هي 50 مليلتر، يعني واصغر حاجه هنايا هي هذا الكاس، يعني هذه غتمشي مع 50. ومن بعد شنو عندنا؟ عندنا اكبر حاجه هي هذا، هذا شحال يكون فيه؟ 2 لتر. عندنا عاوتاني هذا الكاس هو اصغر حاجه، وعندنا باقا لنا واحد الوحده صغيره اللي هي 750 مليلتر، ولكن هاد 750 راه اكبر من 50، وهذا راه اكبر من هذا، يعني تكون هذه فيها 750 مليلتر. دابا شنو عندنا؟ بقى لينا هذا شحال تكون فيها؟ تكون فيه 3 ديسيلتر. علاش؟ حيت 3 راه قريبه، 3 ديسيلتر راه قريبه اللتر، يعني تقريبا راه قد قد، يعني هذا هو اللي يجي لنا لهنا. وتبقى لنا هذا حيت صغير شويه، نديروا له 25 سنتيلتر. ودابا ندوزو للتمرين الثاني. قال لنا ولونوا بطاقات السعات الاصغر من 1 لتر. هنا نكتبوا شنو عندنا؟ عندنا المليلتر، وهنا عندنا سنتيلتر، وهنا الديسيلتر، وهنا اللتر، وهنا الدكالتر، وهنا الهكتولتر. ياك هما شحال قالوا لينا؟ قالوا لينا 99 سنتيلتر، 99 سنتيلتر. واش هما شنو قالوا لينا؟ ولونوا بطاقات السعات الاصغر من اللتر. شحال كتساوي باللتر؟ 0.، واش 0.؟ صغر من 1 ولا كبر من 1؟ اكيد صغر من 1، يعني غنلونوها، غنلونو هاد البطاقه، حيت علاش؟ فاش حولناها للتر لقيناها راه صغر من لتر، من 1 لتر. دابا عندنا 50 اش ديسيلتر، 50 يعني شحال باللتر؟ هي 5. واش 5 لتر كبر من 1 لتر ولا صغر منها؟ اكيد كبر منها، يعني ما دخلاش. عندنا دابا 1001 مليلتر، شحال كتساوي باللتر؟ هي 1.001، وراه واخا زعما عندنا فايتها غير بصفر صفر واحد، ولكن راه كتعتبر كبر منها، يعني ما نحسبوهاش. دابا قال لنا 999 مليلتر. نمشيو نكبرو هاد الشي شويه. ومن بعد شنو قالوا لنا؟ مليلتر، فين عندنا المليلتر؟ ها هو، نكتبو 999. باش نحولوها للتر تولي 0.999. واش كبر من اللتر؟ لا، صغر منها، يعني حتى هي غنلونوها. عندنا 1 هكتولتر، 1 هكتولتر، 1 هكتولتر شحال كتساوي من اللتر؟ كتساوي هي 100 لتر، 100 لتر راه ماشي غير كبر من 1 لتر، راك عارف 100 لتر راه كبر بزاف من 1، راه 100 كبر من 1، يعني ما غتلونش. قال لنا ولونوا بطاقات السعات الاكبر من 1 لتر. عندنا هنايا 999 مليلتر، 999 مليلتر. قال لك حنايا غنلونوا غير اللي كبر من 1 لتر. واش هي شحال كتساوي باللتر؟ 0.، يعني ماشي كبر من اللتر، صغر من اللتر، يعني ما لونوهاش. قال لنا 9 ديسيلتر، هي 9 ديسيلتر، شحال كتساوي من لتر؟ 0.9، يعني حتى هي ما داخلاش، ما غنلونوهاش. قال لينا 250 سنتيلتر، 250 سنتيلتر شحال كتساوي من لتر؟ 2.5، يعني كبر من 1، 2.5 راه كبر من 1، يعني هادي غنلونوها حيت هي كبر من 1. دابا عندنا 1 دكالتر، 1 دكالتر شحال كتساوي من لتر؟ 10، و 10 راه كبر من 1، يعني حتى هي غتلون.
عندنا 99 سنتيلتر. 99 سنتيلتر شحال كتساوي من لتر؟ هي 0.99، يعني 0.99 راه صغر من واحد، يعني ما داخلاش. اذا هذه كاع ما غنلونوها دابا من بعد ما سالينا التمارين بثلاثه، وغندوزو للقاعده وثبتوا تعلماتي. قال لنا الوحده القياس، الوحده الاساسيه لقياس الصهه هي اللتر، يعني كيف ما عندنا الوحده الاساسيه لقياس الكتل هي الجرام، راه عندنا الوحده الاساسيه لقياس الصهه راه هي اللتر. لتر مضاعفات واجزاء، عندنا للتر هاد اللتر عنده مضاعفات اللي هما الديكالتر والهكتولتر، عنده غير هاد الجوج، وعنده اجزاء اللي هما ديسيلتر وسنتيلتر والمليلتر، يعني هادو هما الاجزاء وهادو هما المضاعفات. كيف ما المتر عنده سنتيمتر، عنده ديسيمتر وسنتيمتر والمليلتر، هذا عنده، ولكن في المضاعفات عنده غير جوج، ضروري تعقلوا عليها حيت عنده غير جوج. ونمي معجمي، هادو حتى هما خصكم تحفظوهم ضروري. وهكا نكونوا سالينا الصفحه 105 من كتاب المفيد في الرياضيات.